جهود متواصلة تبذلها مصر لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في غزة على الصعيدين السياسي والميداني، عبر استقبال المصابين من قطاع غزة لعلاجهم في المستشفيات المصرية، إلى جانب تسهيل دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية للقطاع. ودخلت اليوم دفعة أولى من سيارات الإسعاف تكونت من 20 سيارة مجهزة من بوابة معبر رفح المصرية. تكليلاً لجهود مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين، دخلت دفعة أولى من سيارات الإسعاف من بوابة معبر رفح المصرية، ما يقرب من 20 سيارة مجهزة تحركت لتنقل المصابين من الأشقاء في فلسطين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. إحنا الأردنيين طلعوا أسامينا نسافر، قالوا من محضر لكم سيارة توديكم المطار، من المطار تأخذنا على عمان، من الأردن هذا الكلام. بقالك قد ايه تقريبا الناحيه الثانيه من المعبر؟ لا مش كثير، مش كثير الحمد لله. بقالك قد ايه؟ من الصبح والله، الحمد لله من الصبح. الحمد لله من الصبح. الاجراءات وانت جاي خدت معاك وقت؟ قول لي كده ايه اللي طبعا حصل معاك؟ من الصبح، من الصبح الاجراءات. من الصبح؟ من الصبح. كانت سهله يعني؟ الحمد لله، يعني مش صعوبه خالص. مش ايه؟ مش صعوبه لا عند الفلسطينيين ولا عند المصريين. الحمد لله وفروا للمصريين السياره هذه اطلعوا اللي فيها. طيب انت لوحدك كبابا ولا معك؟ ربعي وجماعتي موجودين. ما قلت لهم انا بدي اطلع برا وانتم الحقوني، قالوا له طيب ماشي. هم جايين دورهم لسه؟ لا اتخذوا قهوياهم كل حاجه. كل حاجه انت جاي معاك حاجتك ولا جاي لوحدك؟ هي حاجتي، هي شنطتي هذه بس. تقدر تقول لي الوضع هناك عامل ازاي بالنسبه لكم انتم كمتواجدين؟ الوضع صعب يعني، بقول لك في اليوم بنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، في اليوم مش أقل من 100 مرة بالشهادة على أنا بنسمعه من اليهود والطخ والضرب. رسالتك إيه طيب؟ الآن يحس بالناس الغلابة اللي قاعدين مساكين، لا هم قد لا في مية ولا كهرباء عندهم. طب إيه رأيك في المجهودات اللي مصر عملتها في دخول الحمد لله؟ الحمد لله الحمد لله والله إنه الله يا الشعب المصري إنه أصيل. وخلال ساعات عادت سيارات الإسعاف محملة بالأشقاء المصابين ليتم توزيعهم على 3 مستشفيات، وهم بئر العبد والشيخ زويد الميداني الذي تم إنشاؤه قريبا ومستشفى العريش العام. ولم يتوقف الأمر على خروج المصابين فقط، بل دخلت عبر معبر رفح المصري الدفعة الأولى أيضا من مزدوج الجنسية الذين سمحت لهم قوات الاحتلال بالخروج من قطاع غزة. إيش يا أخوان في غزة ما شفناه في الحياة؟ دمار شامل، دمار شامل، شعب غزة دمر دمار شامل. اللي تحت المباني مرمي أكثر من اللي استشهدوا لسه، ما حد عارف اللي له. والله بنشم ريحة الموتى وإحنا متابع عملته جنبها، تحت العماير مرميين. وكل الشكر يا عمي لحكومة مصر ولشعب مصر، وشعب مصر والله أعظم شعب. ما فيش علاج، ما فيش أكل، ما فيش شرب، ما فيش نوم، المدارس مليانة، الشوارع مليانة، كله في الشوارع الناس، كله كله ما فيش، والزبايل والبيئة كلها صارت زي الزفت، كلها يعني دمار. غزة نمحت المزة، نمحت المزة، الله يكون بعونها، الله ينصرها يا رب، الله ينصرها. نوجه لرب ايش هنحكي، المسؤولين والمسؤولين، ما فيش ايش هنعمل، رب العالمين هو الواقف معانا بس. وانتم ان شاء الله الله يشكركم ويعطيكم الصحة والعافية ويعطيكم ألف عافية يا رب. انكم تحت لنا المعبر وروحنا لأولادنا، وفي غيرنا وفي غيرنا وفي غيرنا، بس ايش هنعمل، هذا حظنا في الدنيا. رسالة شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونأمل أنه يسهل عملية المعابر زي ما صار اليوم. الأخوة بالجوازات ما قصروا، كل شيء كان تمام، وخايفين من التعب، كانت صراحة أمور طيبة. ونشكر وزارة الخارجية الأردنية اللي هي سهلت في أمور سفرنا. وتزامن مع خروج المصابين دخول عدد كبير من الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، ضمن حملة مساعدات تتبناها مصر للوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.